بداية في هذا اليوم قامت حلقة الرواد باستضافة هذه الندوة، ندوة حول التفكك الأسري ومعرفة الأسباب وإيجاد الحلول ودور المؤسسات الاجتماعية في الحد من هذه الظاهرة. هذه الدورة بإشراف رابطة الرواد ورائدة مبوذية الجبل الأخضر. بداية وخير ما نفتتح به برامجنا، حتى نحن في الإطار الاجتماعي بعد ما نكون في يعني الواحد بعد ما يتصل يعني يعيش بخلق ولا سلوك الطفل من الأطفال يقول له أنت ولد من؟ يعني بيعرف أن الشخصية اللي قدامه كيف ترى راح تفشل. هذا النقص العاطفي وذلك من خلال إما كيف تكلمت هو أن التلفزيون والتليفون والإنترنت هو اللي ربي، هو اللي تم يربي في الأشياء. يعني معلش أنت ما عرفت تكون أب وتجي تم. هناك مؤثر آخر وهو مؤثر ليس لحياد الأعلام وتوصف في التقارب بذور التفوق وبذور نحن نقوله وتزدهر فيها القدرات وتظهر فيها المواهب وأترك المجال للفريق الإعلامي والأساتذة الأجلاء ليتناولوا موضوع الندوة، متمنيا له كل التوفيق والسداد. السلام عليكم. عند الطلاق او عند الانفصال، ولكن وان الرجل هذا الامر لا يهمه ويمارس الحياه بصوره احتياطيه، ولكن في الحقيقه ان الرجل والمراه هما الطرفان الخاسران لهذه القضيه. فالمراه بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم في نشاط ترعاه رابطة الرواد ورائدات فوضية الجبل الأخضر لشفا المرشدات بخصوص إقامة ندوة ثقافية حول موضوع التفكك الأسري أسبابه والحلول ودور المؤسسات الاجتماعية في الحد من هذه الظاهرة. هذا الملف الهام الذي نطرحه اليوم والذي يحتاج إلى البحث والتحليل لغرض الوصول إلى مقترحات الحلول التي سوف تحاول الجهات المعنية مع الجهات الأهلية التعاون والتكاتف من أجل الحد من هذه الظاهرة السيئة التي تفشت في مجتمعنا بطريقة غير معتادة وبأرقام وأحصائيات صعبة ورهيبة. الآن نحن في حاجة إلى بحث هذا الموضوع لغرض أن نصل إلى نتائج مرجوة. أتمنى أن نصل إلى ذلك، وستصل النتائج إلى الجهات ذات العلاقة. تقديري واحترامي لكل الحاضرين ولكل من لبى الدعوة والفريق العلمي الذي يقود هذه الندوة، بالإضافة إلى الأخوة بالإعلام الذين يغطون مشاغل واهتمامات هذه البلدية في كافة قطاعاتها.